أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، أصدقاء برنامج زينة، برنامج المرأة المصرية والأسرة المصرية والعربية في كل مكان. النهاردة سعداء أن احنا بنقدم لحضراتكم أول حلقات العام الهجري الجديد عام 1441. يا رب يكون عام كله خير وسعادة وبركة للجميع، وتقدم وعزة وأمان وتنمية للحبيبة مصر. الحقيقة النهاردة هنقدم نماذج نسائية كان ليها دور مهم في نجاح الهجرة النبوية الشريفة، وفرصة النهاردة نتأمل الهجرة النبوية الشريفة ونتعلم منها كتير، ناخد منها دروس وعبر مستفادة. يمكن أبرز هذه الدروس المستفادة هو قيمة الصبر وقيمة التخطيط قبل القيام بأي عمل، وقيمة الإيثار والتضحية، وقيمة كرم الأخلاق، لأن طبعا أهل المدينة استقبلوا بكل سخاء وكل كرم أهل مكة بعد الهجرة النبوية الشريفة. طبعا في معاني كثيرة جدا مكثفة، وهنقف عندها إن شاء الله في أول لقاء معنا النهاردة عن هذه الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وعن النساء التي ساهمنا في نجاح الهجرة النبوية الشريفة. من هؤلاء النساء طبعا أسماء بنت أبي بكر اللي أطلق عليها النطاقين، تمشي في الصحراء وهي تحمل الطعام وأيضا الشراب في النطاقين أو في حزام حول وسطها عشان توصل هذا الغذاء وهذا الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه أبو بكر الصديق. وطبعا هذه الرحلة بما فيها من تضحية وفي تعب وجهد وصبر وإيثار، في معاني كثيرة جدا يجب الالتفات ليها والتوقف أمامها والتعلم أيضا منها في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. كمان هنقول إيه اللي ممكن في حياتنا العادية العصرية اللي نقتبسه من هذه الرحلة ونطبقه عشان ننجح في كل أعمالنا. يمكن أنا قلت ملمح، هو ملمح التخطيط الجيد قبل القيام بأي عمل، لكن أكيد في معاني أخرى. فضلت الشيخ ضيف الحلقة أو ضيف الفقرة الأولى هيتكلم معنا باستفاضة عن ماذا نتعلم وكيف نطبق هذه الدروس في حياتنا العصرية الآن. طبعا معنا في الفقرة الثانية فقرة المطبخ، مطبخ زينة، ومعنا الشيف داليا تعمل فقرة متميزة إن شاء الله، وخاصة أنها تعمل عصير غريب شوية، هتعمل عصير الموهيتو. أنا مش عارفة إيه العصير ده، التفاصيل معاها إن شاء الله في الفقرة الثانية. هقابلكم على طول بعد الفاصل ده. أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية، أصدقاء برنامج زينة، برنامج المرأة المصرية والأسرة العربية في كل مكان. النهاردة يوم بس نحتفل بالعام الهجري الجديد 1441، يكون خير وسعادة تمام وتوفيق ونجاح المصريين كل طبعا من السعادة والبركة كل قريب. الحقيقة أقول النهاردة هنتكلم في الفقرة دي عن دروس وعبر المرأة النبوية الشريفة، كمان هنتكلم بصفة خاصة عن المرأة ودور المرأة في نجاح النبوية الشريفة. رحبوا معايا بالهوا فضيلة الشيخ السيد شلبي، علماء أضيف منور. أهلا وسهلا بحضرتك، كل صحة طيب، حضرتك بخير ومصر والأمة الإسلامية بخير وسعادة يا رب. والمبتهل بالإذاعة المصرية والمنشد الديني عثمان هلال، منور كل صحة طيب. كل عام بخير، كل عام بخير. فضيلة الشيخ، الحقيقة النهاردة فرصة نتوقف مع أنفسنا ونتأمل الهجرة النبوية الشريفة، نتعلم منها الكثير. هناك عبر ودروس مستفادة على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي، على كل المستويات في دروس مستفادة. حضرتك شايف ازاي نستقبل هذا اليوم؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير ويمن وبركة وسعادة، وكل عام ومصر الحبيبة في أتم استقرار وهدوء وفتح وتنمية بما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام هجري جديد إن شاء الله يكون فيه بركة وخير على القلوب وعلى الناس وعلى المجتمعات، واطمئنان واستقرار أكثر إن شاء الله. في الحقيقة الهجرة هي حدث فارق في تاريخ أمة الإسلام، يعني اللي بيتأمل حياة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى أن كان في أحداث عظيمة في سيرة سيدنا النبي من مولد رسول الله لوفاة سيدنا رسول الله. طب اشمعنا أرخوا بالهجرة؟ كان في مولد النبي، كان ممكن يأرخوا بمولد النبي، كان في الإسراء والمعراج معجزة كبيرة في حياة سيدنا النبي، كان في نزول الوحي على سيدنا النبي اللي هو الفارق في حياة النبي سنة 40 صلى الله عليه وسلم. لكن لما تيجي التاريخ والتاريخ، الهجرة ما كانش على حياة سيدنا النبي، ده أرخوا بالهجرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، عايزين يعملوا تاريخ للمسلمين، فجماعة من الصحابة يقولوا نأرخ بمولد النبي وجماعة يقولوا رأي آخر. فجي سيدنا علي بن أبي طالب قال أرخوا بالهجرة،
فإنه حدث فارق في تاريخ المسلمين، فرق الله فيه بين الحق والباطل. كان للمسلمين المهاجرين فيه الإصرار، وكان للأنصار فيه الإيثار. كانت فيه المعاني التي تجلت في جميع المعاني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع المستويات النسائية والأطفال والشباب. المتأمل لموقف الهجرة المباركة، يعني مولد سيدنا رسول الله، هذا موقف حادث جلل ظهرت فيه السيدة آمنة وسيدنا النبي شخصين. موقف الإسراء والمعراج كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بس، لكن المتأمل للهجرة يرى مشاركات من جميع أطياف المجتمع، لا أقول من المسلمين وحدهم بل من غير المسلمين، لا أقول من النساء وحدهم بل من النساء ومن البنات ومن الفتيات، لا أقول من كبار الرجال وحدهم بل من الشباب ومن الصغار ومن العبيد. لأن لذلك حدث الهجرة يعني ترين فيه يعني انخراط العمل الاجتماعي على جميع المستويات. أنا بشكر فضلتك، حضرتك اتكلمت عن نقاط مهمة جدا، ولكن اسمح لي ألمح ملمح لطيف وملمح مهم في عصرنا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من كل الطاقات والإمكانيات حقيقي. حتى اللي مش على دين الإسلام. نعم. يمكن ده حسن إدارة وحسن تخطيط وحسن قيادة وإدارة المشهد. تمام، هيك هرجع تاني للنقطة المهمة دي، بس بعد ما نستقبل العام الهجري الجديد بصوت المنشد، طبعا صوت حضرتك رائع وجميل ومنشد في الإذاعة المصرية وابتهالاتك جميلة، عشان كده مهم ان احنا نستقبل بالبشر والسرور صوت المبتهل عثمان هلال، وبنقول يا رب كده نستقبل هذا العام بالتفاؤل وبالأمل وكمان بالعمل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. خير النبيين، خير النبيين لم يذكر على شفاة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم يذكر على شفاة إلا وصلت عليه العجم والعربي. خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. خير النبي خير النبي لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرقت أنوار طه فاختفت منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.
أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أحسنت أحسنت الحقيقة، صوت جميل أداء رائع فضيلة الشيخ. الحقيقة احنا قلنا في البداية نتوقف أمام الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ولمحنا ملمح جميل في هذه الهجرة. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته وقيادته وذكائه وعبقريته استفاد من كل الإمكانيات والطاقات البشرية اللي حواليه لنجاح الهجرة النبوية الشريفة. طيب عايزين نقول الهدف كان من الهجرة إيه، وكمان كيف استقبل أهل المدينة، وكان اسمها يثرب في هذا الوقت وحول اسمها للمدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة، كيف استقبل أهل يثرب وقتها أهل مكة، وكيف كان التعاون والإيثار والترحاب والكرم. يمكن دي صورة مصغرة لكيف يكون التكافل الإسلامي بين المسلمين وبعضهم. في الحقيقة خليني مع السؤال الأول في حضرتك، الهدف من الهجرة أولا هي ما كانتش الهجرة الأولى لأمة الإسلام. قبل الهجرة من مكة للمدينة كان فيه هجرتين للحبشة، الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة. المسلمين كانوا مضطهدين في مكة اضطهاد كبير، اتأذوا في أعراضهم، اتأذوا في أموالهم، اتأذوا في حياتهم، اتأذوا في كل حاجة، مجرد أن هم بيعلنوا رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي رسالة الأخلاق، رسالة الأدب، رسالة الذوق الرفيع، رسالة التراحم، رسالة التعاطف، رسالة التآلف، الرسالة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه هي هجرة أول نبي في تاريخ الأمم، بل قبل ذلك من النبيين تلاقي أن سيدنا إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والمتأمل في القرآن الكريم يرى أن الهجرة توسعت، فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لأنك تكون بين قوتين عظيمتين، قوة الأرض وقوة السماء. قوة الأرض في البلد الذي ولدت فيه ونشأت فيه، عرعت فيه، شربت من مائه، تنسمت من هوائه، وتقلبت في طنته، فتكون لقة لنا. وقوة السماء وهي قوة إعلان الحق التي تقول لك اعلم أن الأرض بيد الله، وأن الحق سبحانه وتعالى سيرجعك إليها ناصرا وفاتحا. ولذلك سيدنا النبي وقف. طب اسمح لي أوقف عند فكرة حضرتك قلتها، فكرة الولاء للوطن. نعم. إن كل واحد يعتز بوطنه ويدافع عنه يشتاق إليه، ويمكن دي بنستحضرها كفكرة بقوة في هذا التوقيت، إنه فكرة الوطن الخاص بكل إنسان وكل مواطن فكرة دينية. يعني ما ينفعش أصيلة لما يقف سيدنا النبي يبكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنسم من هواء مكة المكرمة، عاش في رحابها، شرب من مائها، تنسم في هوائها، يقف على أعتابها ويقول إن الله لا يعلم أنك أحب بلاد الأرض إلى قلبي. ولولا حتى قالوا أنه ولى ظهره للطريق وأعطى وجهه، هو يخاطب الجدران، هو يخاطب الجبال، هو يخاطب الرمال، هو يخاطب كل متحرك وساكن فيها، كنوع من الولاء، يستشعر الحب في قلبه لهذا الوطن. فيقول إن الله لا يعلم، ويبكي صلى الله عليه وسلم أنك أحب بلاد الأرض إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما خرجش من مكة بإرادته مضطر. وإنما الله قال في الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا، مش مضطهد بس، مجموع على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكل قوى الشر اتجمعت علشان تحارب سيدنا النبي في اللحظة دي، بل علشان تقتل سيدنا النبي. قالوا نقتله ضربة رجل واحد ويتفرق دم محمد بين القبائل. شوفي دور الشباب في الهجرة. سيدنا علي بن أبي طالب سنه 17 سنة، 17 سنة، يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نم يا علي في فراش، وتغطى ببردية الحضرمي. ليه سيدنا علي نايم هنا؟ ليؤدي الأمانات التي ائتمن رسول الله المشركون عليه. الله، هو في البداية عرف صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، والحد من هاجر سيدنا النبي أماناتهم كانت عنده. شفنا مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن نساء ساهمنا في نجاح الهجرة النبوية الشريفة، ويمكن كلنا عارفين قصة أسماء بنت أبي بكر التي أطلق عليها عن جدارة اسم ذات النطاقين. كانت زي فدائية، يعني مشيت في الصحراء ومعها نطاقين، واحد فيه الغذاء واحد فيه الشراب للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وصاحبه أبي بكر الصديق، وطبعا كانت بتروح لهم الغار عشان توصل لهم الطعام والشراب. كان دور الفدائية واضح، وكانت في الصحراء بتمشي، وكانت تضحية واضحة، وكان الشجاعة موجودة، وكانت مشاركة المرأة اهي بنشوفها. فضلت الشيخ تعليق حياتك على التقرير وعن هذه الملحوظة في مشاركة المرأة في المحافل الهامة والتواريخ الهامة، سواء التواريخ الدينية أو الوطنية. يعني لا شك أن قضية المرأة هي قضية يعني واضحة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي جزء لا يتجزأ من الإنسانية، بل جزء لا يتجزأ من المشاركة الكونية في جميع الأمور، بدءا من سيدنا آدم والسيدة حواء، مرورا بالعظماء على مدار التاريخ حتى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مرورا بأمهات المؤمنين. خديجة، ستنا السيدة خديجة عملت إيه مع سيدنا النبي ودورها الأول والأخير في قيام الدعوة؟ ستنا السيدة عائشة: خذوا عني نصف دينكم عن هذه الحميراء حمراء الوجه، وشاور ستنا عائشة. نيجي مع صاحبة الموقف حضرة ستنا السيدة أسماء. أسماء هي بطلة الموقف إذا ذكر النساء، يعني إذا ذكر النساء فيها تلاقي كتير مشاركات في قضية الهجرة، هتلاقي كتير مهاجرات أوائل، هتلاقي حبيبة بنت أبي سفيان، هتلاقي أسماء بنت عميسة، هتلاقي ستنا السيدة رقية بنت سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بطلة الموقف الحقيقي ستنا السيدة أسماء وستنا السيدة عائشة. بيت أبو بكر كله طلع لسيدنا النبي. بيت أبو بكر، أبو بكر بماله كان بيته فيه 5000 وقيل 6000 درهم، قام طالع بالمال كلاته. أبو قحافة أبو بكر كان ضرير كفيف مش بيشوف، فقال لهم: أخرف أبو بكر وأخذ ماله لصاحبه؟ ستنا السيدة أسماء قامت جايبة حصى وحطته في الجرة وشخشخت كده وقالت: بل ترك لنا مالا كثيرا، والبيت ما فيهوش حاجة. عبد الله بن أبي بكر بيطلع يودي لهم الأخبار. عامر بن أبي فهيرة اللي هو راعي الغنم بتاع أبو بكر بيمشي بالغنم يضيع أثار الأقدام. أسماء الصديقة بنت الصديق ذات النطاقين، نطاق التحفت به ونطاق وضعت فيه الطعام لرسول الله ولأبيها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نرى أن السيدة أسماء هي أول واحدة شافت وش سيدنا النبي قبل ما الهجرة تتم، لما راح سيدنا النبي يقول له يا أبو بكر في هجرة، نادته أسماء إذ بصرت به وذاك في نحر الظهيرة وساعة في مثلها لم يقدمي. نادته أسماء إذ بصرت به تقول: أبي، ذا جاءك المصطفى السمي. قال لها: فداء له أبي وأمي، ما الذي جاء به في غير مقدمي؟ قال: حبيبي أبا بكر، أمرت بالهجرة من مكة لطيبة فاكتمي. قال: حبيبي محمد، الصحبة الصحبة، عيناي همتهمي. حضرة ستنا السيدة أسماء رضي الله عنها وعليها سلام الله، لما وصلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها شق نطاقها نصفين، فدعا لها بدعوة سجلتها البشرية على مدار عظماء التاريخ. قال لها: أبدلك الله نطاقين خيرا منهما في الجنة يا أسماء. وكان لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجمال الذي يستوحي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا إذا مررنا برحلة الهجرة، حضرة ستنا السيدة أم معبد أعظم من وصفت رسول الله على ظهر البشرية إلى اليوم. يعني إذا أخذ وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شكل النبي، كلام النبي، قعدة النبي، حركة النبي، النبي هو قريب، النبي هو بعيد، حتى تقول في فمي كان إذا تكلم كأن حبات نظم يتحدرن من فمه، أجمل الناس وأكملهم من بعيد، وأحلاهم وأكملهم من قريب.
بل إذا انتهينا آخر رحلة الهجرة النساء برضو واخدين الدور الأعظم. طيب بنات النجار. الحقيقة الكلام بيفوت بسرعة جدا والوقت بيعدي مع فضلتكم، ويمكن في ملمحين مهمين توقفنا عندهم في دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة. ملمح القائد ويعني الذي استفاد من كل الطاقات البشرية اللي حواليه، سواء كان نساء رجال أطفال شباب من ديانات أخرى، كله كان موظف لخدمة هذه الهجرة النبوية الشريفة، ولكن بأسلوبه، أسلوب الحقيقة كان فيه الرحمة وكان فيه الطيبة وكان فيه الرقي. والحقيقة يكفي الحديث اللي صلى الله عليه وسلم لما قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق، وطبعا أقربكم أو أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فهو قيمة الخلق القويم والرفيع هي القيمة الأسمى والعليا في الدين، يعني دين بلا أخلاق فلا دين. فالحقيقة برضو عايزة أتكلم عن توظيف الطاقات كلها واستفادتنا من الطاقة البشرية والموارد البشرية في عصرنا الحديث، وإحنا بنعمل تأمل كيف نستفيد في العصر الحاضر من دروس الهجرة. هو في الحقيقة أول درس، درس التخطيط الاستراتيجي اللي قام بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني والأهم استخدام الشباب، ودي قضية إحنا يعني واقعين فيها بإشكالية كبيرة جدا. يا جماعة وجهوا الشباب توجيه كويس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع سيدنا أسامة بن زيد في جيش في أبو بكر. أسامة بن زيد كان سنه 16 سنة، وضعوا قائد على جيش فيه أبو بكر، ومن هو أبو بكر في قيمته؟ لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفهم قول الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى، تفهم أن لديهم القوة لديهم العطاء. رحلة الهجرة قلنا سيدنا علي كان 17 سنة وهو شاب، سيدنا عبد الله بن أبي بكر كان شاب، عامر بن فهيرة كان شاب. المتأمل بنات النجار اللي استتب سبب الموضوع كله، أهل المدينة لما قابلوا سيدنا النبي وقالوا طالع البدر علينا بهذا النور وبهذه المحبة وبهذا العطاء، كان السبب في شاب سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. سيدنا النبي اختار شاب داعية على أسس سيدنا مصعب. لو أن الدعاء وأوصي نفسي أولا وإخواني أن يتأملوا منهج مصعب في الدعوة. مصعب ابن ناس جدا، يعني المتأمل في شخصية سيدنا مصعب ده حد كلاس على أعلى مستوى، يعني يعني الوجه في توصيف الوجه كان أجمل الناس، في توصيف اللبس كان بعد كده كان زاهد وكان عابد وورع وترك الدنيا. لكن سيدنا النبي لما جه يختار وضع أسس معينة في اختيار الشباب، وعنده قوة وعنده عطاء، اختيار وعنده السفير حرب. باللغة الحديثة يعني هو أول سفير. صحيح. هو أول سفير في الإسلام. طب الحقيقة برضو عشان وقتنا بيجري بسرعة غير معالم التاريخ يعني اسمح لي برضو أتوقف عند نقطة مهمة جدا، التكافل الاجتماعي بين أهل مكة المهاجرين وأهل المدينة اللي استقبلوهم، كيفية التكافل والاستفادة منه في العصر الحديث. الحقيقة الأنصار ضربوا أروع الأمثلة، وشوفي القرآن قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. أول أنواع التكافل الاجتماعي إن ما يبقاش في صدرك حاجة للناس، مش هيبقى عندك عطاء وإنت ما عندكش سلام داخلي. الأول يبقى عندك سلام داخلي مع نفسك، سلام داخلي مع أهلك، سلام داخلي، وبعدين تبدأ بقى في مسألة التكافل. لأنك في التكافل الاجتماعي معنى كلمة تكافل أي أنك تكفل الجميع، فإن لم تكفلهم في قلبك أولا فلا حاجة لي في أن تكفلهم في الظاهر. فأول وصف كان وصفهم بقال إيه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بعدين انتقل التكافل للظاهر، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قالوا نحن قوم إذا جعنا صبرنا وإذا منعنا شكرنا، قال لو نحن قوم إذا جعنا آثرنا وإذا منعنا شكرنا، عشان يعدوا الأزمة يعني دي. هذا التوصيف في قمة المنع يكون عين العطاء، في قمة يكون ما هو محتاج يكون العطاء، لأن هنا البذل على الحقيقة. هو إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الإيثار الذي استقبل به أهل المدينة صحابة سيدنا النبي. أبو أيوب الأنصاري يقول بت بشر ليلة، ليلة أن كان أبو أيوب في علو ورسول الله في سفل، عشان بس هو سكى قاعد في الدور اللي فوق سيدنا النبي، بيقول أنا قاعد عيط، ولما صحي يقول لسيدنا النبي أنا مش قادر أبقى فوقك وانت تحت مني في الدور، والنبي في بيته وفي داره. ولكن شوفي كرم الأخلاق المحمدية التي كانت في أهل الأنصار لاستقبال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال لا يا أبا أيوب السفل بنا وبمن حل بنا. سيدنا النبي بيراعي مشاعر البيت وبيراعي أنه يجرح البيوت، لا أنت وأهلك تبقوا فوق، إنما إحنا الناس بيجوا من المدينة من مكة للمدينة وبيدخلوا وبيطلعوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
كتير من المسائل. اسمح لي في إطار يعني أن الدين في طياته هو بالدرجة الأولى أخلاق، وأخلاقيات الحقيقة ليها شواهد وليها ملامح. نعم. حضرتك ذكرت بعضها زي التضحية، زي الفداء، زي الشجاعة، زي الإيثار حتى لو كان بيهم خصاصة يعني. نعم. كمان الرحمة والتكافل والتعاون وحسن التخطيط كلها، ونكمل بعض كفريق، كل المعاني دي مجسدة بالفعل في دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة. حضرتك عايز تنبه مشاهدينا لإيه في الدروس المستفادة للهجرة؟ يعني ممكن النهاردة نستحضر معنى إيه من الهجرة عشان نتعلم منه في العصر الحديث؟ والله أنا أقول كلمة في المناسبات أكررها، نحن نحسن استقبال المناسبة لكننا لا نحسن معايشة المناسبة. بمعنى؟ نحسن إن إحنا نقيم مجالس، نعمل حلقات، نعمل دروس في المسجد، نعمل والناس تعمل في الكورولات شعبية، في هجرة، في مولد نبوي، في رمضان. لكن عايز أقول على الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة الحقيقية لو أنت نويت من النهاردة إنك تبقى في معية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى هجرة من كل خلق دني إلى كل خلق سني، هجرة من البخل إلى الكرم، هجرة من المنع إلى العطاء، هجرة من الرعونة إلى الحلم والأناة، هجرة من جميع الأخلاق البذيئة والرديئة للتحلي بالأخلاق السنية المكملة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرة من المال الحرام الذي تأكله إلى المال الحلال لتسعى إليه، هجرة من التكاسل وعدم العمل إلى هجرة العطاء والاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها. هجرة من النوم والتكاسل الذي وصل بنا إلى مرحلة أننا ننظر إلى بعضنا البعض وكأن ليس لدينا عمل، لا بالعكس، لدينا كثير، وجاءوا من أبناء الدول الأخرى وعاشوا وقاموا على أعمال في وقت البلد فيه كانت بتمر بثورات وبتمر بمشاكل اقتصادية وبمشاكل سياسية، وهم أقاموا لنفسهم مشاريع، ولهم كمال الحق وكمال المحبة وكمال الصدق في أن هم قاموا رجالة ووقفوا على رجليهم وهم في بلد غير بلدهم. وإحنا احنا يعني عندنا كتير دعني نقوله. أكمل هذا المعنى الرائع اللي حضرتك لمحته، معنى العمل والاجتهاد في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى يعني أرسلنا في الدنيا أو خلقنا في الدنيا كي نسعى في الأرض، كي نبني ونعمر ولا لنهدم ونحطم. فالبناء والعمل الحقيقة هو مفردات النجاح لأي بلد في الدنيا، وإحنا في هذه المرحلة نستحضر هذا المعنى الرائع من الهجرة النبوية الشريفة، وإحنا محتاجين هذا المعنى الكبير والمهم عشان نبني بلدنا ووطننا. والتنمية محتاجة سواد الأبناء والتكامل والتكافل وكل معنى عظيم تناولناه النهاردة في الحلقة عن الهجرة النبوية الشريفة. سعدنا جدا بهذا اللقاء الرائع والراقي مع فضلتك ومع المبتهل الرائع المتميز في الإذاعة المصرية. وأنا الحقيقة هسيب المبتهل الشيخ عثمان هلال يختم مع مشاهدينا بصوته الجميل، ولكن بعد ما أقدم الشكر لفضيلة الشيخ السيد شلبي من علماء الأزهر الشريف، وأيضا المبتهل بالإذاعة المصرية والمنشط الديني عثمان هلال. شكرا نورتونا، وتفضل جمهورك مستمع ليك دلوقتي. دار الحبيب أحق أن تهواها، دار الحبيب أحق أن تهواها، وتحن من شوق إلى ذكراها، دار بها نزل الحبيب محمد رد السلام على الذي وفى، دار بها راجلا، دار بها جبريل يمشي راجلا، يا طيب نفسي
حي بيثربي إلى ضياء الموكب إلى رحاب يثرب إلى ضياء البي إلى الزكي الطيب النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي فهونوا لله كل غالي من ديرة وصبة ومالي. احنا من الوقت طيب عدد من الشباب يصلوا لغاية حوالي 100 فرد بنعدهم بعد شهرين تدريب، بعد كده بيحصل تصفيات وبيبقى في مجموعة هي بتطلع تجربة الحريق إنتاج المركز الهناجر للفنون. ده عرض مفتدين على شهر 10 أو 11 اللي جاي في مركز الهناجر للفنون. الورشة الفنية هنا معنا ثلاث مدربين أساسيين، أستاذ ضياء شفيق بيدرب حركة ورأس، أستاذ أيمن حلمي بيدرب مزيكا وغنى، وأنا مفترض بدرب تمثيل وتدريبات إعداد ممثل علشان الولاد ياخدوا يكتشفوا يعني إيه تمثيل وما شابه يعني. قدمت في الأوديشن واتقبلت. بالنسبة لي الوردي أول مرة أن أنا يعني إيه تمثيل، أنا عمري ما مثلت قبل كده. أنا كان دايماً بشتغل في الاستعراضات، يعني حتى في الجامعة كنت منتخب فنون الشعبية، فأول مرة اكتشف نفسي هنا بالنسبة للتمثيل. يعني أستاذ طارق حتة تانية خالص ليها علاقة بأن أنا زي ألبس الشخصية اللي أنا همثلها، يعني مش مجنونات على جسمي وعلى وشي وبحفظ الكلمتين واطلع اخد سوكسي، لا، هو بيخلينا ازاي ان احنا نغرق في الشخصيه وازاي نطلع المعاني والتفاصيل بتاعه الشخصيه دي بمعنى حقيقي. موجوده هنا في المركز بتاع الهناجر بالاوبرا المصريه في ورشه استاذ طارق الدويري. الورشة أنا استفدت منها كتير جدا وزمايلنا، وفي ناس كتير كانت داخلة فعلا مخارج الألفاظ أو اللغة العربية أو التشكيل مش مظبوط. عملنا ده بيعلمنا إزاي يبقى الجسم الحركة بتاعته مع الكلام مع التشكيل مع مركز مع أدائك كويس. فطبعا صعب جدا إن ممكن حد يجي يعمل ده كله في وقت واحد من غير تدريب. أي هاملت، إنك أسأت إلى أبيك إساءة بالغة. أماه، إنك أسأت إلى أبي إساءة بالغة. دع العبث، إنك تجيبني بلسان طائر. ويحكي، إنك تسألين بلسان خبيث. ماذا دهاك يا هاملت؟ ماذا تنكرين مني؟ أنسيت من أنا؟ لا، وحق الصليب المقدس ما نسيت. فأنت الملكة وزوج لأخي زوجي، وأنت أيضا أمي، وددت لو لم تكوني، ويا للأسف. إذن سأبعث بالذي يخاطبونك. جزء خاص بالتيمبو أو الإيقاع للممثل، وده اللي أنا شغال عليه الفترة اللي فاتت كلها معاهم، إن إحنا بنركز على التيمبو الخاص للممثل عن طريق تدريبات خاصة بالإيقاع الحركي وخاصة بالارتجال الحركي كمان عشان يوصلوا لتيمبو معين يقدروا يتحركوا بيه مع بعض، وده الهدف من التدريبات اللي إحنا بنعملها. ده بيساعد ان احنا نعمل عمل جماعي منضبط اكتر، عمل متماسك اكتر. بنستخدم فيها مزيكا ليها علاقه ان هم يتحركوا مع بعض، يقفوا مع بعض بعد معين، حتى اصبحنا نفكر بحزن يخالطه الحزم
والشعور بالواجب الملقى علينا. لهذا اتخذنا زوجا تلك التي كانت من قبل لنا أختا. ولسه مع حضراتكم وأول أيام العام الهجري الجديد 1441، يا رب يكون عام خير وسعادة وسلام وتقدم وتنمية للحي ومصر. الحقيقة النهاردة اتكلمنا في أول فقرة عن أخلاقيات إسلامية وعن الهجرة النبوية الشريفة ودروس المستفادة منها، والفقرة دي اللي احنا فيها إن شاء الله مع الشيف داليا نتكلم عن الاحتفال العائلي والوجبة ممكن أنها تجمع الأسرة المصرية، ويمكن صلة الأرحام من سمات التدين. يعني الدين الحقيقة بيحثنا على التقارب بيننا وبين بعض، على التزاور بين الأهل وبعضهم، على الجيران وصلة الأرحام بصفة عامة، والمودة والخير والرحمة ما بين الناس كلهم. النهاردة فرصة عشان نقول كل سنة طيبين. طيب يا وعشان كده بقول لك كل سنه طيبه منورانا، ربنا يخليك حضرتك. وفرصه نعرف منك وصفه حلوه نقدمها النهارده للعيله المصريه. هو احنا النهارده الولاد طبعا ما بياكلوش بتنجان خالص، فحبينا ندخل لهم بطريقه زي شطار بيتزا كده، بس احنا عاملينها طاجن بتنجان بالموتزاريلا وبكل انواع الخضار. الولاد هيعرفوا معانا، وفي انواع عصاير معينه هم بيجيبوها غاليه جدا من الكافيهات بره، فحاولنا نجيبها لهم. موهيتو ده هنا هنحط الموهيتو. الموهيتو ده حجم كبير قوي. العائلي ده هو على فكره يعني هو غالي جدا بره، بس هو تكلفته بسيطه جدا. هو عباره عن صودا ورمان او فراوله او الكريز ونعناع و10 ليمون. بس انا بحييكي بقى عشان حاجه مهمه قوي، انك مهتمه بالخضار والفاكهه والعصائر الطبيعيه اللي ممكن نستغني بيها عن اي حاجه صناعيه او اي حاجه من الشارع. عايزين نرجع ثقافه نعمل اكلنا بايدينا في البيت. هو كمان فكره ان الولاد بره ما بيخرجوا بيلاقوا الحاجات هي موجوده بس غاليه جدا بره، فهم ممكن نعملها بطريقتهم بقى اللي هم عايزينها. يعني البتنجان ما بيتاكلش هنحط عليه جبنه موتزاريلا، فهم بيحبوا قوي القصه دي. الخضار الكوسه والفلفل والجزر ما بياكلوهوش، لو حطيناه مع اللحمه المفروم هيتاكل. انا عايزه اقول لك مش حكايه اغلى او ارخص، حكايه طبعا في البيت الحاجه مضمونه، مغسوله كويس، متعقمه جميل جدا زي ما احنا متعودين في مطبخ زينه. كمان صله الاسره بينها وبين بعضها لما تتعاون في عمل طبق ده بيقرب بينهم وبين بعض، يعني هو بيبقى جميل جدا. وهم الولاد كمان زي ما حضرتك بيحبوا قوي ان هم لو اشتغلوا بايديهم مع الالوان هم هيشتغلوا، يوم هيحبوا قوي. طيب فكره احنا نبدا بقى في الوصفه بتفاصيلها. طيب احنا الوصفه الاول هنشوح البتنجان، مش هنقليه، هنشوحه طاسه تيفال، احنا بنشوحه فقط. يعني مش هياخد لون ولا حاجه؟ لا يعني بياخد اللون بسيط لانه كده داخل الفرن، هياخد صدمه بس. بالظبط، هو داخل الفرن معانا واللحمه المفرومه اهي عشان ولادنا بقى. انا بس عايزه اقول حاجه لمشاهداتنا العزيزات اللي بيدخلوا المطبخ لاول مره النهارده، الصدمه دي سواء كان بعمل صدمه للحوم او للخضروات زي النهارده البتنجان ده، عشان اخلي العناصر الغذائيه جوه الحاجه ما تطلعش براها. يعني لو انا حطيت الحاجه على البارد، المياه او العصاير او الخلاصه بالظبط بتطلع بره فعلا، هتتسلل بره الانسجه. لكن لما بعمل صدمه في الزيت او السمنه او الزبده السخنه، كل حاجه بتبقى جوه الحاجه سواء كان لحوم او خضروات. صح كده؟ صح صح حضرتك ان شاء الله. لا خلاص احنا كده حطينا كله، الكوسه والفلفل الالوان والجزر. بصي كده اللون عامل ازاي، اطفالنا هياكلوه ازاي. خلاص برافو عليك، لان ساعات الاطفال مش بيحبوا الخضار، فانت حطاه كده عملوا تحويره، هم مش هيعرفوه فيها جوه اللحمه. يعني بالذات هم مش هيعرفوه فعلا، هم مش هيعرفوه اصلا. يعني انت بشره جزر وايه؟ جزر، فلفل الوان، كوسه، كل هي كل الطفل بقى حاجه تحطي مشروم، كل ما الولاد بيحبوا ايه اللي ممكن ياكلوه مغذي ليهم احنا بنزوده لهم. انت بتعملي عصاج عادي جدا وبعدين تضيفي الخضار في الاخر. بالظبط كده. بس خلاص احنا كده هنطلعها اهي، بس هي كده اتشوحت فقط لغير ان الفرن اصلا. بس بيعجبني في وصفات زينه انها سريعه، انا كل حاجتي سهله وسريعه. برافو عليك يا داليا. شيف داليا الحقيقه دايما متميزه بالحكايه دي. انا ما عندناش وقت، بس هي فكره ان كل ست ما عندهاش وقت وما عندهاش وقت للمطبخ، بس في الاخر تجيب دليفري. طب ليه نجيب دليفري؟ احنا ممكن نعمل اهي الاكل ما خدش مننا اكتر من 10 دقائق. صحيح. اللحمه المفرومه اهي، نحطها كده بالظبط على البتنجانيه.
وناخد الجزء نغطيها. شايفه كاميرا مان النهارده بقى متميز جايب تفاصيل الطبق يعني داخل كده خلاص عملناها. واهو انا هجيب جبنه موتزاريلا نحطها على الوش عليها. هنحط بقى هنقول حاجتين كمان، لو حابين سبايسي مثلا هنعمل نوع واحده تانية سبايسي عشان برضو يبقى الناس عارفه دي واحده تانية اهو. فالولاد فرايد سبايسي فهنقوم حاطين السبايسي هنا كده. احنا برضو شرحنا الفلفل، هي فيها العناصر الغذائيه الاكله دي يا جماعه، فيها من الجبنه، فيها بروتين من اللحمه، فيها فيتامينات وحديد من البتنجان، فيها ما خدناش زيت، ما خدناش زيت الجزر وبيقوي النظر. احنا معانا جزر مبشور الخضار ده. هي الاكله ما خدتش من اي وقت خالص، ما حدش يستصعب ان هو يخش المطبخ، المطبخ بقى سهل. والالوان اصلا بتخلي الولاد كلهم بيحبوا اللون او الالوان الكتير قوي. خلاص كده احنا اكلتنا كده خلصت، ما فيهاش اي حاجه. هنخش على السلطه. طبعا مكونات عاديه ما فيهاش اي حاجه غريبه، ولكن اسلوب التقديم هو المختلف. تسلم لك. مبدئيا اول طبق خلصناه، احنا كده خلاص خلصنا اول طبق. هنخش على سلطه الزبادي، نحطها في الفرن بقى. هنحطها عشان نزل عشان تسيح الجبنه. بالظبط، هتطلع بقى الجبنه سايحه دلوقتي. احنا كده عملنا المجموعه كامله. اللي الحقيقه بيحاول يخش المطبخ اول مره النهارده ممكن يبدا بتنا بس السهلة. هنقول السبايسي لازم هناخد قطعه كده عشان نعرف ان ده ازدي. على فكره الحاجات السبايسي ليها فايده بيا، انا قريت حاجه زي كده ان الحاجات من النوع ده زي الفلفل الحامي يعني بينشط الدوره الدمويه، يعني اللي عنده دوره دمويه مش نشيطه او ضغطه منخفض شويه هو كمان ما بيأثرش زي ما بيقولوا تنشط الدوره الدمويه. هي فكره كمان دكتور لما بيقولوا موضوع ان هو لا بيغلط على المعده او كده، لا خالص. انا طول الناس كتير بتاخده من عندي، واتكلمت مع الدكتور قبل كده التغذيه قال لا هو غلط لو على معده فاضيه، انما لو في وسط وجبه زي كده يبقى جميل جدا. طيب احنا كده خلاص خلصنا اول طبق. اول طبق هنخش على الطبق الثاني، عباره عن سلطه الزبادي، وهو هتليق مع نفس الاكله اللي احنا عملناها. معانا ايه بقى المكونات؟ المكونات بتاع زبادي، خل، ثوم، ملح، خيار، ليمون. هو ليمون او خل، احنا بنختار حاجه واحده، يا ليمون يا خل. انهي احسن؟ الليمون. الليمون احسن. انا طيب. بحب الليمون في كل الحاجات، بتبقى ليمون حلو قوي، وهو ليمون اصلا بديل الملح ذات نفسه. كويس قوي. هو الليمون بديل الملح، يعني حتى لو حد بعد شويه عنده ضغط او حاجه، هو احنا بالنسبه لنا الليمون ما بيخليش اي حاجه. طب امال الرمان ده ليه؟ لا ده الرمان ده احنا داخلين بقى في الموهيتو. ده حاجه ثالثه خالص يعني. هنخلص ونخش على الموهيتو دلوقتي، عشان هو الموهيتو بالنسبه لنا قلنا هي حاجه موفره للاطفال ومغذيه. انا عايز اعرف لسه كام دقيقه عندنا على الهواء. خلاص اهو. انت حاطه ثوم مع الزبادي. ثوم مبشور. والخيار بشراه برضو؟ لا الخيار احنا قلنا نغير بس عشان الاولاد بيحبوا ياكلوه قطع برضو. فهحطه لهم، يعني انا عايزه الاكله كلها هي تبقى مغذيه بالنسبه لهم. حطها دواير واضحه يعني. بالظبط كده. هم بيحبوا قوي ياكلوا سلايس الخيار بس ما فيش زبادي، فهنزود لهم بس جزء الزبادي. وادي الملح. اسهل حاجه سلطه الزبادي. جدا جدا. بس عايز اقول لك مغذيه جدا. مغذيه ومريحه للمعده، يعني هو حضرتك بالنسبه ليهم هي مغذيه ومريحه جدا للمعده. انت عارفه ان في شعوب الاكله دي او الطبق ده اساسي في كل الوجبات؟ والله احنا بنحاول نخليه مع الاطفال حاجه مهمه، لان هي فعلا والله يعني انا شايفاهم مش بيتغذوا قوي بموضوع، يعني ولادنا كلهم لا بيشربوا لبن ولا بياكلوا زبادي. احنا بالصدفه كنا لسه عند دكتور العظام واتكلم معانا وقال لازم ان كل يوم لازم كلنا ناكل بيضايه مسلوقه. فقعدنا يتناقش معايا في قصه ان البيض غلط وكده، قال لي ابدا ده مهم جدا لاطفالنا وذات البنات. كلام جميل، وانا بحب ان انا اعمل مزيج ما بين الكلام العلمي والدراسات وبين اكلاتنا في مطبخ زينه. يمكن كمان اكمل المعلومه اللي قلتيها شيف داليا، ان الزبادي اكتر من اللبن فيه كالسيوم، يعني الكالسيوم موجود في الزبادي اكتر من اللبن بمراحل، عشان كده بيوصف لكبار السن وللاطفال كل الاعمار ممكن ياخدوا زبادي عشان يحافظوا على سلامه عظامهم. هنا عملناه بطريقه لطيفه، ممكن يكون شهي جدا جنب اي وجبه ثانيه، ممكن يكون طبق لوحده يعني ناخده في اي وقت. خدنا طبق زيت احنا بس كمان نحب قوي، والنعناع على حسب بقى متطلباتهم. انا بحب شويه نعناع بسيط. دي بقى تتشط. لا هو اولا مريحه جدا للي بيحبهم او للكبار كمان. احنا بالنسبه لنا هي رشه النعناع البسطه دي اولا بتدي ريحه حلوه قوي، وبتغطي بتغير طعم الثوم اصلا، ما بقاش فيه ريحه الثوم. انا مش عارفه الكاميرا جايبه تفاصيل الطبق ولا لا. شكله حلو بصراحه. احنا ممكن ندي فرصه للكاميرا تلقطه. اوكي اهو.
وهبتدي خلاص هنخلص بقى ونقلع بقى كلها نطلع من الفرن. اه احنا لسه قدامنا 5 دقايق على فكره. طيب نطلع من الفرن الاول نجهز طبقنا وبعد كده نخش على الجوس بتاع اللون. على الموهيتو يا جماعه موهيتو. عايزه اعرف ايه الموهيتو ده؟ فظيعه ريحته فظيعه فظيعه. شكله كمان حلو، مش بس ريحه مشهيه لكن كمان شكله في التقديم لطيف، ينفع للعزومه للضيوف للاطفال يحبوا يكتشفوا ايه اللي جوه الحكايه دي. ما هو ده ميزتهم ان هم كمان ما شاء الله يحبوها قوي فكره ال الموزاريلا بقت مشتركه في كل الوجبات دلوقتي، هم الاطفال كلها بيحبوها واحنا بالنسبه لنا هي فكره اللي هي طول يعني هو ده الفكره اللي هم بياخدوها بس، فقلنا لا ندخلهم البتنجان مغذي جدا زي ما احنا اتفقنا وان اولادنا ما بياكلوهاش. خلال الحلقه دي خلاص نعرف ازاي الموهيتو بيتعمل. الموهيتو نحط ايديك على الطبق الثاني ده جميل جدا بس كده خلاص. يلا معانا الموهيتو بقى من ايه بقى قولي الموهيتو. انا طب ممكن اسال على الجرافز بتاع هو الموهيتو عباره عن رمان او ممكن اطفالنا اللي هم بيغيروا فيه فراوله او كريز. فرصه اقول ان الرمان مليان حديد يا جماعه، يعني اللي عنده انيميا من الاطفال ناكله رمان كتير وده حاجه مش والنعناع. وطبعا اهم حاجه عندنا سلايس التلج. فرصه اقول لك النهارده حكايه الرمان والحديد والبنجر والحديد، يعني هيكتر من الرمان زي ما ذكرت وبنجر. بنجر ده موجود بكثره دلوقتي في السوق المصري ومش غالي ولا حاجه، لكن كنز، هي كنز غالي جدا بالحديد. حطينا صودا بالظبط مع الرمان والليمون، وده الموهيتو اللي اولادنا بيتاخدوه من بره باسعار جامده جدا جدا ما فيهوش اي حاجه اهو، بس احنا هنشربه بالشاليمو وبعد كده ناكل الرمان بالمعلقه مش كده؟ احنا ايه؟ انا هنحط معاها معلقه طبعا، وفي الموهيتو التاني اللي هو عباره عن صوص. ايوه بيبقى عباره بيبقى عباره عن صوص رمان. ايوه وبرده سلايس تلج كتير جدا 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 عشان ولادنا بس يعني عايزه بس كل ام تعمله لاولادها انه سهل جدا وهو مغذي. هو ما فيهوش اي حاجه. ممكن بحاجات صغيره وبسيطه ومش غاليه نعمل حاجات مشهيه لاطفالنا وسريعه ومغذيه في نفس الوقت، زي ما شفنا الموهيتو قد ايه مليان فيتامينات وحديد. انا الحقيقه بشكر جدا شيف داليا، نورتينا النهارده، نورتينا شيف داليا، وبشكرك جدا وبشكر كل مشاهدينا ومشاهداتنا اللي نورونا النهارده وتابعونا، وبقول من قلبي كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسعاده، ومصر الحبيبه وطننا الغالي في عزه ورفعه وتقدم وتنميه. مهم نشتغل، مهم يبقى في اتقان، مهم نعبر عن حبنا بالإنتاج والإخلاص. إلى اللقاء بكرة فريق عمل آخر، وزينة لكم تحياتي النهاردة، كنت معكم على الهواء دكتورة إيمان نبيل. سلام.